أمس تكلمت عن الخوف والقلق اللي تسبب المضادات الحيوية، لكن اليوم أبى أتكلم عن الخوف والقلق من الأخبار اللي نسمعها كل يوم، لأن وايد من الأخبار اللي نسمعها هالأيام تفجيرات، عمليات إرهابية. هذه الأخبار تزيد الخوف والقلق. ضروري نتذكر شيء واحد، نتذكر أن ما ننجرف في الوعي الجمعي اللي فيه خوف، لأن إذا احنا دخلنا فيه احنا بنزيده بعد. فأنا لاحظ وايد من الحديث اللي يصير بين الناس في الجمعات العائلية مثلا على الفطور كلها مواضيع أشياء تخوف، ولما دائما نكرر هذه المواضيع نعطيها طاقة زيادة ونخليها تزيد ونخليها هي تصير الوعي الجمعي. فهالفترة اللي طافت وايد ناس قاعدين يقولون لي أنا أحس بصداع، أحس بتعب، أحس بإرهاق وما أدري إيش فيني، يعني حاسب شيء غلط. وصدق إنه هو رمضان طبعاً، وخاصة الحين العشر الأواخر صعبة والناس صيام وحر وهذه كلها، ولكن أيضاً إحنا قاعدين ناخذ وايد من البيئة اللي حوالينا. فبعض خبراء تطور الذات يمكن يقولون لك إن أنت خوفك قاعد يزيد الخوف في الوعي الجمعي، فأنت قاعد تضيف له، أو إن الوعي الجمعي لأن كل الناس دار مدارك خايفين ويحاتون ومضايقين، أنت قاعد تأخذ من هذه الشعور اللي حوالينك وتمتصه. أو حتى إذا بندخل في قانون الجذب، وايد ناس بيقولون لكم إن لأن أنتوا خايفين أصلاً قاعدين تجذبون أشياء تخوف زيادة. كل ما أتكلم عن موضوع الخوف والقلق وأقول خلاص الحين تكلمت عن هالموضوع خلصته، أكتشف من الأسئلة والكومنت إن لا ما خلصنا. فإذا قانون الجذب بيقول لك إن أنت تجذب لنفسك نفس الذبذبات اللي أنت حاس فيها من داخل نفسها، وإذا أنا أقول لكم إن من الكومنتس اللي تيني والرسائل اللي أشوفها معظم الناس اليوم في مجتمعنا عندهم خوف وقلق، فبعدين بسهولة يصير إن إحنا لأن داخلنا خوف وقلق قاعدين نجذب أشياء تصير في حياتنا في مجتمعنا تجيب لنا زيادة خوف وقلق. وكل مرة أنت تخاف قاعد تزيد قابلية الخوف والقلق إنه يزيد في المجتمع كله، مو بس عندك أنت. وفي الأخير طبعاً ما حد يربح، لأن نصير إحنا مجتمع عايشين في خوف وقلق، ما نقدر نستانس في حياتنا، ما نقدر حتى نتهنى في الأشياء اللي عندنا. بس في ناس قاعدة تربح اللي هي شركات الأدوية والمهدئات اللي قاعدين تأخذونها بالهبل. فأنا ببتدي أخاف فتصير ذبذباتي فيها خوف، فبقوم أجذب أشياء تصير في حياتي تخوفني زيادة، وبعدين لما خوفي يصير زيادة عن حد ما أعرف شو أسوي فيه، والطريقة الوحيدة اللي أعرفها أني أخذ مهدئات، أدوية مهدئة. ولما أخذ هذه الأدوية المهدئة لأن هي ما تشتغل على السكينة النفسية الحقيقية النابعة من الداخل، بس تسكت الأعراض وتخليك دايخة طول اليوم، فيصير مع أن أنا شكلي هادئة من داخلي للحين في قلق وخوف، والذبذبات للحين تعكس قلق وخوف. فالظروف اللي أجذبها لحياتي للحين بتكون أشياء تجيب لي قلق وخوف، لأن ذبذباتي أشياء من داخلي فيها خوف. فأنا الكلام اللي بغيت أقوله اليوم إن الهدف من كل هذه الأخبار السيئة والإرهاب والتفجيرات إن ينتشر الخوف والرعب والظلام في الناس. فأنا لما أقبل هذه المشاعر معناته أعطيتهم اللي يبونه. فأنا الحين كشخص واحد في المجتمع ما أقدر أسوي وايد، يعني وايد ناس يقولون لي نزلتنا إيش بنسوي، إيش بنقدر نغير. لكن في وايد فرق بين الشخص اللي بياخذ هذه الأخبار وبيدخل فيها وبيدخل في المأساة وبيتقمص كل هذه الآلام والمواجع اللي قاعدة تصير، وفرق بين الشخص اللي يقول أنا ما بتقبل هذه الوعي الجمعي اللي فيه خوف وفي ظلم وفي قلق على المستقبل وأنا بصير التغيير. فأنا اليوم ما أقدر أشتغل إلا على روحي، أنا ما أقدر أروح أقرر عن حكومات وعن وزارات وحتى عن أفراد، ولكن أنا أقدر أتخذ قرارات شخصية نفسية اللي يمكن بعدين تأثيرها يكون أكثر على المجتمع. بقول لكم شلون. فتخيلوا أن أنا قاعدة مع مجموعة كبيرة من الناس وكلنا قاعدين في الظلام، وكلنا قاعدين نقول يا رب تشيل الظلام، يا رب تشيل الظلام، يا رب تشيل الظلام. ويصير في هذه الحالة أن أنا بعد أساعد في تسريع خلينا نقول الوصول إلى النور، في أني أنا أوصل أدور لي حل أن أجيب لي نور من عندي، فأولع ولاعة ولا تلفوني أوري،
وهذا النور اللي يبتدي يطلع من عندي أنا بينتشر حق الجماعة القليلة اللي حواليني، بعدين هم بتيهم أفكار، بعدين هم بيولعون نورهم وينتشر النور. فهذا الكلام نفسه بالضبط ينطبق على الوعي الجمعي. إذا احنا كلنا قاعدين في ظلام وفي خوف، لازم أنا أبتدي أدور نور من داخلي أنا أشعل في نفسي، وهذه كبداية أبتدي أنا أطلع من هذا الوعي الجمعي، إن أنا أقرر إن أنا ما بدخل في هذا الخوف والقلق اللي أنتوا كلكم فيه، مو معناته إن أنا ما أحبكم، ولا معناته إن أنا ما أخاف مثل ما أنتوا خايفين، ولا معناته إن أنا ما عندي شعور، ولا إن أنا ما أهتم في هذا الشعب ولا ذاك، لا بالعكس، معناته إن أنا ببتدي في نشر النور من داخلي عشان النور اللي يطلع مني أنا يبتدي يشع في الناس اللي حواليني، وبعدين يصير التأثير جمعي. فأول شيء ممكن نسوي إن أنا ما أدخل في نقاشات سلبية، أي شيء عن أخبار سلبية، أشياء تخوف قلق. مثلا واحدة ذيك المرة قالت لي شفتي الجريدة اليوم في 2 ياهال ماتوا الله يرحمهم، واحد ضاع وبعدين لقوه، واحد داسته سيارة. قلت لها إيه، بس الجرايد شغلتهم ينشرون الأخبار السيئة. ففي نفس اليوم صار مليون شيء حلو ما سمعنا عنه. فكل يوم أنت عندك الخيار، يا أنك بتركز على الأخبار الإيجابية يا الأخبار السلبية، وهذه هي اللي بتغير النور اللي فيك. ولما أنا يكون في داخلي سعادة لما سمعت خبر حلو، مباشرة تتغير ذبذباتي، ولما ذبذباتي تتغير تأثر على اللي حواليني. فخلنا نقول أنا أبي أساعد مجتمعي اللي هو حزين وقلق، ما أقدر أساعدهم أن أدخل معاهم في حزنهم، بالعكس هذا ما بيساعدهم، بس أقدر أساعدهم في أني أنا أغير نفسي وخلي ذبذباتي أنا إيجابية وخلي النور يشع مني أنا ويروح لهم. الشيء الثاني اللي ممكن أسويه هو أني أنا أبدأ أتنفس بعمق. أعرف أن هذا شكله كأنه حل وايد بايخ وسخيف، ولكن جدا فعال. ليش التنفس فعال؟ لأن لما أنا أكون خايفة وفي قلق يبتدي التنفس عندي يصير سطحي، ولما يبتدي سطحي يصير سطحي ما في كفاية أكسجين يروح المخ، وإذا أنا ما قاعدة أتنفس كفاية بعمق وما في أكسجين قاعد يروح المخ، بعدين مليون وسواس ومليون خوف ومليون شيء بيدور هني. فالتنفس العميق هو من أسرع الطرق اللي توصلنا لتهدئة الجهاز العصبي، لأن أنا ما أقدر أتنفس بعمق وأكون خايفة في نفس الوقت، فما يبي له تفكير ولا يبي له كورس ولا يبي له شيء، بس تقعد تأخذ نفس شهيق طويل وزفير طويل. ولما تبدأ أنت تتنفس بعمق تتنظف أيضاً الهالة اللي حوالينك، فيصير نورك يشع بنقاء أكثر حق اللي حوالينك، وبعدين شوي شوي ينتشر هذا النور إلى عيالك مثلاً وزوجتك أو زوجك، يصير بيتكم في نور ويصير فريجكم في نور، ومع الوقت بتشوفون أن الناس اللي متضايقين عيونكم يقولون لكم أنا أرتاح معاكم، لأن أنت قاعد تشع نور ما قاعد تدخل في ظلامهم مهما. وهذا اللي ناقصنا اليوم في مجتمعنا، ناقصين إيجابية، ناقصين ناس يقولون لكم إيه أنا أسمع الأخبار ولكن في بعد أخبار زينة. ورقم ثلاثة إن إحنا نلاحظ كلامنا حتى لما ندعي، نلاحظ إن قاعدين ندعي حق أشياء إيجابية، يعني أنت تشوف شنو تبي وبعدين في دعائك اطلب اللي تبيه، مو بالوقاية من اللي ما تبيه. يعني مثلا إذا واحد يقول يا ربي تحمينا من الظلم ومن الخوف ومن القلق، هذا ما سوينا شيء، أنت قلت ظلم وقلت خوف وقلت قلق جبتهم لك. مثل ذيك المرة واحدة قلت لها أنت شنو تبين، شنو هدفك من هذه الاستشارة معي؟ قالت لي هدفي إنه يروح ألم البطن وإنه يروح الصداع وإنه ما يصير، لأن قانون الجذب ما يعرف الفرق، ما يعرف إن أنت قلت ما بي بس أبي. أنت ما دام قلت ظلام معناته بيك ظلام، قل نور بيك نور. فإذا هي تبي إنه يروح منها ألم البطن، لازم هي تفكر شنو الحالة الصحية اللي هي تهدف لها، شنو تبي يكون شعورها. فقلت لها لا، خلينا نغير الجملة ونغير الهدف. قلت لها هدفك خلينا نقول ان انا ابي اقوم الصبح واحس بشعور صحة ونشاط وسعادة. فاذا انا قمت بصحة ونشاط وسعادة معناته اكيد راح ألم البطن، ما كان في داعي اني اذكره، فانا ابي اوصل الى الصحة، اذكر الصحة. نفس الشيء اذا عندي خوف، واذا في خوف في المجتمع، ما يصير نقول يا رب تشيل الخوف، نقول يا رب تجيب الطمأنينة والسلام والسعادة للبلد. فخلوا بالكم، لأن حتى هذه الكلمات تدخل في العقل الباطن وتتسجل، بعدين تبدأ تجذب لها اللي موجود هنا.
والنصيحة الرابعة، وايد ناس ما بتعجبهم وايد، ولكن لا تطالعون أخبار ولا تقرون الجرايد. صدقوني، تصدقون أن الأبحاث أثبتت، وهذا يمكن شيء بديهي لما تسمعونه، ولكن أثبتت أن الناس اللي ما يطالعون الأخبار سعادتهم أعلى. أكيد بتكون سعادتهم أعلى، لأن الأخبار اللي عندنا اليوم هي ما يصير يسمونها أخبار، لازم يسمونها مو نيوز، لازم يسمونها باد نيوز. إذا بتسمونها أخبار، ويعني بتسوون كأن أنتم قاعدين تحطون ريبورت على كل الأخبار اللي في العالم، معناته لازم تحطون أشياء إيجابية أيضاً، مو بس السلبي، ما يصير. فنفتح الجريدة والشيء الوحيد الإيجابي يمكن افتتاح شيء، بس الباقي كله سلبي، بس هذا الإيجابي اللي صار. فإذا تصيروا تروحون تبون تعرفون صج أخبار الناس، روحوا جوجل وكتبوا good news، كتبوا دوروا الأشياء الزينة اللي صارت في العالم اليوم. ولما أنت تبتدون بس تقرون وتبرمجون مخكم أنه ياخذ أشياء إيجابية صارت، بتشوفون أنه بروحكم بتجذبون أشياء إيجابية. فتخيلوا هذا اليوم اللي يكون ما في حديث سلبي، وكل الأخبار اللي أقراها أخبار زينة وتنفس، وطبعاً اللي يقدر يسوي تأمل أو حتى الصلاة، كلها أشياء ترفع الذبذبات، وأصير أنا النور في الوعي الجمعي.